هتحافظي على شوارك من اي حاجه وحشه، وكمان هتحافظي على ريحته. كلها حاجات بسيطه جدا جدا بتجيبيها من عند العطار ومش مكلفه خالص. تمام، وهقول لكم تعملوها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الخير على احلى ناس في الدنيا. طبعا للناس اللي اول مره تشوفني، انا هدير من شركه شوار ستور. انا شغاله طبعا في مجال المفروشات وادوات السفره وادوات المطبخ كلها، ده التخصص بتاعي. طبعا انا عملت لكم سلسله كامله من شوار العروسه، يعني كل حاجه تخص العروسه عملت لكم سلسله كامله ونزلتها لكم على اليوتيوب وعلى الفيس كمان. اللي بيتابعنا على اليوتيوب هيشوفها، واللي بيتابعنا على الفيسبوك برده هيشوفها. طبعا قبل ما ابتدي النهارده معاكم بالفيديو الجديد اللي راجع لكم بيه، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وتشيروا على قد ما تقدروا عشان انتوا تستفادوا وغيركم يستفاد. طبعا النهارده عامله لكم فيديو مهم جدا جدا وطلب مني كتير، وبناء على ان هو طلب مني فانا طالعه اعمله لكم وطالعه اقول لكم عليه. طبعا كل واحده فينا لما بتيجي تتشاور او بتشاور نفسها او بتجيب حاجتها بتبقى قلقانه ان حاجتها تبقى تحت السرير فوق الدولاب مش عارفه ايه، تبقى قلقانه ان الحاجه تعمل كمكمه، قلقانه من طبعا كلنا بنعاني منها. بس طبعا اللي عرف علاجها خلاص هيبطل ان هو يعاني منها. العته كلنا عارفين ايه هي العته، اللي هي تبقى حاجه شبه السراسيب بس تبقى لونها ابيض كده شفاف. طبعا بتبقى دي موجوده دايما تحت السراير فوق الدواليب الف قلب الدواليب في الاماكن الضلمه عامه، يعني او الاماكن المكتومه هو بيبقى موجود فيها. طبعا الحاجات دي بتتغذى على القماش، يعني بتتغذى على اي قماش هي بتتغذى عليه. فطبعا تلاقي حتى انت ممكن ساعات بتبقي شايله حاجتك او كده، ممكن تطلعي حاجتك تلاقيها مخرمه كده او فيها قطعات وكده، ده العته هي اللي بتعمل كده، هي مفيش غيرها. ازاي بقى نخلص من العته وازاي بقى نحافظ على شوارنا وازاي نحافظ على حاجتنا؟ يلا بينا انا هقول لكم ازاي نعمل كل الحاجات دي. ومش بس كده، انت هتحافظي على شوارك من اي حاجه وحشه، وكمان هتحافظي على ريحته. كلها حاجات بسيطه جدا جدا بتجيبيها من عند العطار ومش مكلفه خالص. تمام، وهقول لكم تعملوها ازاي وتحافظوا. انا جايبه لكم كذا طريقه، طبعا انا في حاجات قدرت ان انا اجيبها لكم والحمد لله لقيتها جبتها، وفي حاجات مثلا انا كنت برده عايزه اجيبها بس ما لقيتهاش دلوقتي، بما انكم انتوا عارفين ان انا ببقى يعني بصور لكم الفيديوهات دي وانا في الشغل. تمام، يلا انا اول حاجه هبتدي بيها معاكم طبعا ان احنا بتيجي تشيلي شوارك بتشيليه تحت السرير او فوق الدولاب، الاماكن دي بتشيلي فيها شوارك. وممكن مثلا تحطي مثلا لو الدولاب من تحت فاضي بتحطي برده حاجات بتشيليها. هي كمان مش هتنفع بس العرايس اللي بتشاور نفسها وتشيل حاجتها، لا هي تنفع كمان كل ست بيه طبعا، لان احنا برده بنشيله الشتوي وبنشيله الصيفي يعني، بيجي الشتاء بنطلع طبعا الشتوي، وبيجي الصيفي بنطلع الصيفي وبنشيل الشتوي كده يعني. فتحافظي على حاجتك ازاي وتحافظي كمان على ريحه حاجتك ازاي هقول لك. واول حاجه اول طريقه هبتدي معاكم بيها اللي هي يعني هتحطيها تحت السرير او هترشيها في الجناب تحت السرير، او هترشيها برده في الجناب فوق الدولاب، او حتى يعني من ورا الدواليب وكده ترشي في الاماكن دي كلها عشان تحمي نفسك من العته نهائيا، يعني تنسيها خالص خالص خالص. اول حاجه جبتها لكم النفتالين. النفتالين ده هتلاقيه في اي صيدليه. يبقى بصوا شكله عامل ازاي، كور كده اهو، هو بيبقى عباره عن كور، وبتجيبيه بيكربونات الصوديوم اهو، بيكربونات الصوديوم اهو كلنا عارفينه. هقول لك بقى هتعملي ايه يا ست الكل، انت وهي ركزوا معايا. بسم الله كده، هنجيب كيس عشان نكسر فيها. هتاخدي واحدة نفتالين اهو، ما تخافيش هو ما بيأذيش، بس طبعا يعني تغسلي ايدك، يعني لو اتعملتي بايدك كده تغسلي ايدك بعديها. تمام، بصي يا ست الكل انت وهي، بصي يا امورة، بصي هتدقدقيها كده لحد ما تخليها
حتت صغيره تمام بالمنظر ده اهو، هتبقى بالمنظر ده اهو تمام. هتاخدي حبه بيكربونات معاها كده اهو وتعمليهم مع بعض كده، هيبقى شكلهم كده مع بعض اهو، شايفين عاملين ازاي. بعد كده يا ستي بعد ما هتعملي الخلطه دي هترشي في الركان يعني تحت السرير في الجناب كده، هترشي ورا السرير، هترشي كده في كل حته، هترشي حبه حبه كده في الجناب فهمتي، ورا الدولاب رشي، ما تقلقيش ده هيحميكي من العتة النهائي، مش هيخلي العتة اصلا تيجي يعني جنبك اصلا ولا جنب حاجتك، هتحافظ على حاجتك جدا جدا جدا. دي حاجة فعالة جدا وانا جربتها وعملت معايا بجد يعني شغل حلو جدا جدا، ويعني خفت لي العتة خالص. فدي اول خلطة عملتها معاكم، دي هتعمليها لو انت طبعا حتى قبل ما تيجي تتجوزي اعمليها، يعني اعمليها ورشي كده عشان تفضل حاجتك يعني نظيفة وحلوة، وما تجيش بقى العتة دي في حاجتك بقى وتبقى مالية حاجتك كده زي ما احنا بنشوفه كنا على طول. فدي هتبقى حلوة جدا وتعمليها قبل ما تحطي حاجتك تحت السرير او فوق الدولاب تمام كده. دي اول خلطة. ندخل بقى على الخلطة التانية، والخلطة التانية دي اللي هعملها لكم دي هتحطيها وسط هدومك، يعني في هدومك المفروشات بتاعتك، اعملي من كل من يعني اعملي واحده 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 وحطيها في كل حاجه من حاجتك. دي هتحافظ لك برده من يعني مش هتخلي برده العته تيجي جنب حاجتك، وفي نفس الوقت هتعمل لك ريحه حلوه جدا 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 في حاجتك، تبقى حاجتك على طول حلوه وريحتها حلوه مهما شلتيها، فهي حلوه جدا 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 ريحه، وكمان لان العته ما بتحبش ريحه الحاجات اللي هقول لكم عليها دي، فمش هتقرب من الحاجه بتاعتك خالص، وهتحافظي على حاجتك وحاجتك تفضل ريحتها حلوه، لا بقى زي البرفان ولا زي ما كنا بنعمل الصابون ولا الحاجات، لا الحاجات دي هتطول معاكي وتخلي كمان وتحميكي من العته ومن اي حاجه وحشه. بصي يا ستي المكونات عباره عن ايه، معلش بقى عشان انا زي ما قلت لكم انا بعمل لكم ايه الفيديو في الشركه. فبصي ده روزماري اهو، وده اسمه ايه لافندر، بس انا كان نفسي الاقي لكم الورق، الورق لافندر يبقى حلو كده بلونه، لو يبقى لونه لون الفوشيا كده بيبقى لونه حلو جدا. وده طبعا اللافندر احنا عارفين ريحته بتبقى عامله ازاي، بتبقى ريحته جميله جدا. وعيدان القرفه، عيدان القرفه ايه تمام، نعناع، ادي النعناع اهو نفس الشكل ده، وقرنفل، وادي القرنفل كلنا عارفين القرنفل اهو تمام. استقبال انتهية. هتيجوا بقى تجيبوا حاجة زي كده تقول مثلا اهو التول ده، هتاخدي حبة من ده وحبة من ده وحبة من ده، حبة من كل حاجة من الخلطة اللي انا قلتلك عليها، حتة ايه تكسريها ايه هتحطيها، حبة النعناع اهو، حبة احنا حطينا منه، استنى حطينا منه تمام كده، وتروحي لفاهم كده نفس الطريقة ايه تلفيه اهو. طبعا يا ريت يعني تشوفوا حاجة اضيق من كده، لان انا ما لقيتش ليكوا حاجة اضيق من كده، انتوا يا ريت شوفوا حاجة اضيق. وهتحطيها وهتعمليها كده صرر 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 كده اهي بنفس المنظر كده اهو، وهتحطيها وسط حاجتك. انسي انسي ريحة نظافة، بتدوت تحميكي من اي حاجة وتحافظ على حاجتك، بس انا الخلطة كلها مع بعض ريحتها حلوة جدا، ريحتها جميلة. بس هعمل لكم اهو كده واحدة تاني اهو، قرنفل، حبة قرنفل اهو عشان ما تنسوش، حبة نعناع، حتة قرفة، حبة روزماري اهو، وحبة لافندر اهو، نروح عاملينهم كده اهو اهو كده، واستك
كده نفس المنظر. اعملي بقى سورر 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 كده منها اهو، سورر 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 منها، ويا ريت تشوفوا حاجه تكون ضيقه يعني حاجه اضيق من دي كده عشان ما يقعش منكم. سورر سورر وتعمليها بنفس المنظر كده وتحطيها بقى ما بين هدومك، حطيها عايز تحطي منها في الدواليب حطي. برده هقول لكم على طريقه تانية حلوه جدا برده، ممكن برده تجيبي لافندر، لافندر بس طبعا سائل يعني اللي هو عطر اللافندر بتجيبيه، وبتجيبي حته قطنه وبتحطيها برده في حاجه زي كده، بتحطي القطنه، تحطي الاول بتحطي القطنه في قلب اللافندر، في قلب زيت اللافندر، بعد كده تحطي. ويا ريت بقى كمان عشان تحافظي عشان القطنه مع الوقت بتنشف، فانت طبعا هتحطي معاهم حبه رز، الرز طبعا هيشرب اللافندر فهيحافظ لك على الريحه اكتر وهيحافظ لك على الوقت اكتر كمان. تمام، دي حلوه جدا، بس طبعا ما انصحكيش تعمليها في الشنط او تحطيها وسط الحاجه، لان الزيت ممكن يبقع لك الحاجه، فده طبعا مش صح. ممكن تعمليها في الدواليب وتروحي مثلا لفيها برده، وتروحي جايبه مسدس الشمع عارفينه، بتجيبيها وتسيحي حته مثلا وتحطيها فيها وتلزقيها في الدواليب كده، ايه من الجناب في الدواليب دي، برده هتبقى حلوه جدا 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 جدا. يعني كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي فعاله جدا، وانت تحافظي بيها على هدومك ولا حاجه، حتى لما بعد ما ان شاء الله تتجوزي وانت بترصي الدولاب بتاعك حطي اعملي الحاجات دي. لو في حاجات من حاجتك هتشيليها تحت السرير او فوق الدولاب او كده حطي، واعملي الحاجات دي وحطي الحاجات دي وسط حاجتك عشان تحافظي على حاجتك من العده، عشان دي وحشه جدا بتخرم الهدوم ومش حلوه خالص خالص، وكمان مقرفه يعني. فنبعد عنها بالطرق اللي انا قلتها لكم كلها، حاجات بسيطه وكلها حاجات يعني تقدري ان انت تجيبيها وتقدري ان انت تعمليها. بس يا ستي الكل انت وهي، وده طبعا عشان الفيديو ده طلب مني فانا حبيت ان انا اعمله لكم، ودي حاجات بسيطه جدا ومش مكلفه وسهله جدا ان انت تعمليها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وطبعا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وتشيروا على قد ما تقدروا. تمام، اللي هيتابعوني برده على الفيسبوك ما تنسوش برده تعملوا لي لايك وتشيروا على قد ما تقدروا عشان يوصل لكم كل حاجه جديده، عشان زي ما انتوا هتستفادوا غيركم يستفادوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.